المشهور ما يرويه الثلاثة فأكثر، سمي بذلك لوضوحه واشتهاره وانتشاره، ومنه الشهر يشتهر أمره بين الناس وهو المستفيض على قول، ومنهم من يفرق بين المستفيض والمشهور فيجعل المستفيض ما يتحد فيه عدد الرواة من جميع في جميع الطبقات، والمشهور يتفاوتون. المقصود أن ما يرويه أكثر من ثلاثة فأكثر يسمى مشهور عند أهل العلم.